حلوين كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كثير مناح وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبتحدي جديد. لليوم التحدي تبعنا هو تحدي الغباء. نزلت عنه سابقا حلقه بقناتي، اللي ما شاف الفيديو ينط فورا يشوف الفيديو، رح تلقى رح يطلع لكم مثل شغله هون، تكسوا عليها بياخذكم على الفيديو القديم. وهلا خليكم مع الفيديو الجديد، بس قبل كل هذا اضغطوا زر الاشتراك، واللي ضاغط زر الاشتراك يحط لايك، واللي ضاغط وحاطط لايك يشترك بالانستغرام تبعي، رح يكون اسفل الوصف وهيدي صورة الانستغرام تبعي، اذا بتلاقوها بالبحث بتلاقوها فورا. وهلا خليكم مع الفيديو، يلا بلشنا. المس الدائرة ثم ثماني الاضلاع ثم المربع. الدائرة هذا ثماني الاضلاع ومربع. تمام مرقنا. اليوم يوم الماء العالمي، املأ الكأس الأحمر بالماء. يس صح، لا لا صح. قطعة البيتزا تحتوي على طماطم، كم قطعة بيتزا تحتوي على طماطم؟ 5 قطع. يس صح، ما في شيء صعب لهلا. اضغط أصغر مربع بعد الضغط على أكبر. بعدين هذا المربع الأحمر، اضغط أصغر مربع، هذا الأحمر نفسه. قم بإنارة الضوء. استنى هنعمل لك قم بإنارة الضوء، بس عمليا هن منيرينه للضوء انه في إنارة. قم بلمس ابعد ديك الى الوراء. هن ليكو كل الاديات مجتمعة انه كلياتهم رايحين على نفس الاتجاه، صح؟ صح. طيب رايحين كل على انا واحد ابعد واحد. الديك ما بيطير صح؟ ما بعرف. لا الديك بيطير يمكن، والله ما بعرف اذا الديك بيطير ولا لا. لا بلا بيطير. الدجاجة ما بتطير، او الدجاجة بتطير والديك لا. ماشيين لقدام هيك، انه يعني من هاي الجهه ومن هاي الجهه ماشيين لقدام، معناها اللي ما بيطير ما لنا علاقه فيه لانه هو بالسماء وهذا كذاب، هذا مخادع، ومعناها هذا الاخير. ما هو الشيء الذي له اسنان ولا يعض؟ ها هي سهله، اسنان المشط. يس. المس الزر البرتقالي من اليمين الى اليسار. خش بنبلش من اليمين لليسار. ماشي ها برتقالي قالوا بس صح. يس. اطرق على الباب حتى يفتح. طيب عمو الو 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 مرحبا. هو ليكو طلع عيون. الو افتح لي، ليش طيب رحت؟ ها ليكو ده. يا معزي طلع. المس يد القطة اليسرى. والله العظيم هون ماشية قاعدة يمينك يسارك اليسرى هي. والله العظيم شفتوا معناها قاعدة يمين يسار. المس الدعسوقة الحمراء من الأصغر إلى الأكبر اعتمادا على عدد البقع. حدا فهم شيء؟ طيب نحن قلنا هي بعدين هي معناها الصغيرة. ها الصغيرة لكان إذا هيك بعدين هي بعدين هي. ها أوكي، مرة الأحمر الدائرة، مرة مربع أخضر، ومرة مثلث برتقالي مرتين. طيب ده أول شيء الدائرة الحمراء، مربع أخضر. هذا مستطيل مش مربع، انتبهوا. ثم شو قالوا لنا؟ المثلث البرتقالي مرتين، في مثلثين أي واحد فيهم؟ معقول على اثنين؟ طيب رح بس هذا هذا هو صح. ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس له أرجل؟ الساعة بتمشي وما بتوقف وما لها أجرين. الساعة هي الساعة. أدخل الرقم 0872 في الآلة الحاسبة ثم أضغط يساوي. أوكي 08. ليش؟ معقول بالعكس؟ طيب معقول بالعكس؟ يعني معقول عم يضحك علينا؟ نكتب يساوي بالأول يساوي 2 0872 0872. طب 08. لك ليش 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 عيادوني من الاول. 2000 years later. رجعنا للآلة الحاسبة المضروبة على قلبها. طيب يعني شو ممكن يكون 0872؟ ها كيف تنكتب بغير طريقة؟ ها فهموني. احزروا شو احزروا شو، انا هلا فهمت يا جماعة الخير. هي 0.8 8 7 2، هي فاصلة. يعني استنوا 0.8 7 2. يس واخيرا وليس اخرا. لا تلمس الزر الازرق ثم المس الزر الاحمر. لا تلمس الازرق، قالوا لكم شغلوا مخك. انا بنت ذكية، لك انا اني عرفت قصة الفاصلة هي لهلا ماني مصدقتها. ليكو لا تلمس الزر الازرق ثم المس الزر الاحمر، يعني انتوا شو عملوا؟ مو تلمسوا الازرق، مشوا الاحمر بس. المس القط من الاصغر الى الاكبر وفقا لحجم الاذن. اسمعوا هي بدها تركيز. تعالوا طلع اذنينهم اذنينهم اذنيهم اصغر اذن فيهم. طيب اصغر اذن هو هذا، بعتقد الزغطوطة الصفراء. ايه طيب
وبعدين اصغر اذن بعتقد انه هاي صح، بعدين هاي، وبعدين هاي. يس صح. المس المثلث الاكبر بيني، اكبر واحد اصفر. ليش يا الله ليش؟ كان لازم يطلع صح. المس المثلث الاكبر. طب والله العظيم انه الاصفر اكبر واحد. تعرفوا شغلة؟ انا غبية، انا بعترف انه انا غبية. نحنا من شوي شو قرينا؟ نحنا قرينا وين بتلاقوا الزر الاحمر، لمسوه وما تلمسوا شي تاني. شفتوا الغباء؟ طيب رح نكبس على الاحمر. شفتوا؟ كل شيء له عقل. انا شايفة ارقام قبل ما اقرا كل شيء. انا شايفة ارقام، بعرف انه رح اعيد هاي المرحلة 20 مرة. عائلة مؤلفة من 6 بنات واخ لكل منهم، فكم عدد افراد العائلة؟ طيب 6 بنات واخ لكل منهم، كم افراد عائلتك؟ نحن معنا 6 بنات ولكل بنت عندها اخ، يعني 6، يعني 6 شباب، يعني 6 في 6 12. رياضيات، ما بدها شيء رياضيات، صح ولا لا؟ صح. اللي ما راح يعرف جدول الضرب يحفظها. 12 اسمهم هيك 7. قم بلمس اقرب ديك من الامام، رح نكبس اللي فوق. يوهو، قم بدفع الشمعة الاكبر. ها اسمعوا، ما راح يضحكوا على عقلاتي. الشمعة الاكبر مطفية، اكبر وحدة هي الخضرة، هي الكلبة. كم قطعة تحتوي على الطماطم؟ 8. بسرعة عاملة الكأس الاحمر الاخضر. يس الاخضر. احزر هذا تعب. حزازير، رجعنا للحزازير. تراه في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة. 6.5 hours later. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لا، المس اكبر طماطم حمراء. طلعوا هون تفاحة حمراء، اما بندورة فهي بس واحدة صغيرة. قم برج الصودا. هذا التحدي جنني، قلتني مليون مرة هي الصودا. طلعت اخر شيء مشان يتغلظ على المعزة اللي واقفة. اولا اخذنا سكرين، عم تطلع عندي السكرين دايما غلط، ليش؟ طيب ماشي مش مشكلة. استنوا ليكو الصغير، زيز زيز اوكي. استنوا نرجع نشوف. قطة فوق قطة هون وهون المعزة صح؟ يس! بكسر البيضة، كسره! الآن قم بإضافة الملح إلى أن يصبح القرد سعيداً. لعيونك يا بيبي. انبسط. المس الأحسنة من الأكبر إلى الأصغر. أكبر شيء هذا، بعدين هذا. هو الشيء الذي إذا غليته جمد، بطاطا أو بيض؟ لا، البطاطا بتفرد معناها بيضة. عملنا السكرين. في هدول على البني، زهر وأخضر. يس! أصغر مربع أخضر، ثم أكبر دائرة برتقالية، ثم أصغر مثلث. أكبر دائرة برتقالي، أكبر دائرة برتقالي، ثم أصغر مثلث أحمر. المس الزر الأزرق، المس هي. اضغط على الأزرار الحمراء من اليسار إلى اليمين. هذا هيك هيك هيك، من اليسار إلى اليمين. هذا هيك هيك هيك. لحقت. ها هلا بنشوف السكرين. دون دون. أخضر أزرق أزرق أخضر. سيف فوتوز. تنسوا تشتركوا وبس، وبشوفكم بالحلقات الجاية. باي.